بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Incomplete رو عندي يا جماعة رو في ثلاث في أربع كلاسز، كل كلاس واخد ثلاث ديفيجنز، يبقى 3 × 4 = 12. جميل، الحسبة بتاعتي كده مظبوط. طيب إيه رأي الناس لو إحنا رحنا عاملين صف تاني رو تاني؟ الرو اللي فوق ده يا جماعة بنسميه complete رو، يعني أدي مجموع كل الكلاسز اللي جوه اللي هي الداتا أو أقصد الأعمدة يعني بتديني الـ 12. طب إيه راح يحصل لو أنا رحت عامل كده في الرو اللي تحت بقى يا جماعة؟ تمام، ورحت شايل واحدة منهم، يعني بيجي معايا 3 و3 و3 كده، 3 × 3 = 9. تمام، خلينا نغير الالف ديت نخليها success عشان الناس تاخد بالها من الفرق. طيب انا يعني كده في مشكلة معايا حصلت باني العدد مش زاد، العدد بيجي اقل. طب الفرق ما بين اللون الاحمر واللون التاني اني هو فاونديشن في الافتراضي يا جماعة اخر عنصر بيديهولك فلوت ريت، بيديله محاذاة على الناحية اليمين على اساس ان هو يقفل لك الرو بتاعك، فاهمني؟ انت اخر الرو بتاعك الديفيجن بتاعك اهو علشان يقفله، بحيث اني يعني ما يخليش العناصر اللي بعد الديفيجن تطلع عليه، فاهمني؟ ديت القصة. فلو انت بقى مش عايز السيناريو ده وعايز تخلي الصف ده مفتوح بس ان الحاجة في بالك، فانت عايز الديفيجن ده يا جماعة يجي هنا، عايز تقول له لا بص انا اخري هنا بالفعل الديفيجن ده، انا قاصد السيناريو ده، مش متلخبط يعني. الحاجة في بالك، كل اللي انت بتعمله ان انت بتضيف الكلمة اند، اي ان دي الكيورد اند ده يا جماعة، ده بيخلي لك الديفيجن الاخير راشك في واخد فلوت على الديفيجن اللي قبل منه، فبالتالي مش هيروح لاخر جانب. انا ما حفظتش شكلي ضفت كول اوت اند، انا ضفت الكول اوت اند انا اسف، المفروض طبعا انا ضيفها فوق. تمام، ادي مسافه هعمل كنترول اس. ده السيناريو يا جماعه، فهتلاقي ان ديت اتسابت فاضيه وبيجي الصف بتاعك انكمبليت. ده لو انت كنت عايز تنفذ السيناريو ده لحاجه في بالك، مثلا هتعمل ميكسد اور امر معين كان خاص بيك، هيوضح ان شاء الله باذن الله لما نيجي نصمم موقع كامل بالفاونديشن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.